كلميني بقى عن كواليسك لتحضير الأغنية ديت، وليه سكر مصر؟ ليه الاسم يعني ولا ليه الفكرة؟ لا ليه الاسم؟ ليه الاسم؟ علشان هي بالصدفة جت الأول. أنا اخترتها ازاي؟ أنا كنت بتكلم مع حمادة مجدي المطرب، فبنتكلم عادي في شغل يعني، فلقيته بيقول لي في ملحن شاطر جدا اسمه محمود هلال، فقلت له ماشي ان شاء الله نسمع ومش عارفه ايه، فجابه على التليفون سمعني الاغنيه. بيني وبينك انا كنت هسكيب الموضوع اصلا واكمل وعادي، فلقيت حد بيقول لي شازا الاغنيه دي فيها حاجه، الاغنيه دي مهمه. قلت له انا ما عنديش ملكه الحته اللي هي شويه كوميرشال يعني، انا بختار الاغاني اللي هي فيها مواضيع شبهي اكتر. فقلت له ماشي، قال لي بس خليها بس نجربها وبتاع وكده. قلت له طيب. رحنا نجربها، كلمت تامر حسن المنتج، قلت له تامر تيجي تعمل بروجكت، كنا متفقين نعمل بروجكت ومش عارفين لسه هنختار ايه يعني. فقلت له تيجي تضرب حاجه كده يعني، هي ريسك يا نجحت يا ما نجحتش، بس هي بعيده عني يعني، انا كان ده تقييمي ليها ان هي عشان بعيد فانت مش معروف ايه اللي هيحصل يعني، مش مضمونه يعني. فقال لي يلا. المهم رحنا جربناها عند شندي وخليل، وجي محمود هلال، وفي النص الكلام بيقول كل الناس بيحبوني بيقولوا سكر مصر، بس الاغنيه اسمها سكر مصر. كانت الخناقه بقى دايره مين صوت مصر ومين صوت مش عارفه ايه، فقلت اروح انا السوبر ماركت بالسكر بقى، او السكر برده كده كده مش موجود دايما وغالي، فخليني اطلع بره القصه بس. طيب ما خفتيش من الريسك ان هي لون مختلف خالص عن شذا يعني؟ دايما الناس متعوده ان شذا هاديه رومانسي، فده لون مختلف خالص عنك. بصي خفت، بس هو لو ما عملتش ريسك مفيش نجاح، فكان لازم اخد الريسك واروح في حته غير حتتي، عشان انا عايزه اكسب ناس جديده، عايزه اروح لجيل تاني، فقلت واي نوت هيحصل. وبصراحه اللي حواليا بيساعدوني يعني، اذا كان تامر حسن كمنتج او استاذ هاني عزيز او فايرل ويفز، فكلهم ساعدوني ان انا اخد الستيب دي يعني بصراحه. وكانت الاغنيه قرفتها حلو يعني، اشكر طبعا حماده مجدي ان هو شجعني ان انا اختارها وامشي فيها يعني. بصراحه يعني انا انبسطت جدا الحمد لله، وعجبني يعني، هي ده تالت او رابع يوم الاغنيه تنزل، عجبني الفيدباك بتاع الناس قوي قوي. طيب اغنيه ناجحه، هل ديت بتوصف حاله شخصيه لشذا او ليها علاقه شخصيه معاكي؟ ناجحه دي قصتي عامه يعني، ودي بالصدفه والله يعني، مش محمود كلازه كاتبها لي مثلا، او كريم نيازي عملها لي، او احمد عبد السلام. انا كان عندي مشاكل في فتره قبل طلاقي، فبالصدفه محمود كلازه بعت لي، كنت واخده منه اغنيه اسمها اخلع، فبعت لي اغاني اسمعها، فانا كنتش اعرفه قوي يعني، فعماله بسمع الاغاني وكده، فلقيت الاغنيه دي لايقه على الفكره يعني، لايقه على حياتي اصلا، مش بس في اخر سيتويشن. عموما دايما البنت الناجحه ما بتبقاش الدنيا سهله بالنسبه لها في العلاقه قوي، وبيبقى في مشاكل، وبيبقى الطرف التاني ساعات بيتضايق، الا لو انت بقى بتحبي واحد ثقته في نفسه يعني في السماء، فهيعمل لك بوش لقدام، وده طبعا نادرا ما بنلاقيه يعني. بس كانت قصتي جدا. مخ تخين، مين اللي شذا قابلته مخ تخين تخليه يعمل اغنيه اسمها مخ تخين؟ لا لحد دلوقتي ما قابلتش حد بالمواصفات دي يعني، بس بشوف ناس اغبياء كده مش بيفهموا يعني، بيفهموا ان انت بتدلعي عليهم، ان انت غلسه، بيفهموا ان انت بتقفلي عشان انت مش عايزه، بس في ساعات بتبقي انت خايفه، فبشوف ده في علاقات صحابي يعني. اللي ما يتسموا هم مين بقى؟ بص الاغنيه دي انا بحبها جدا 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 جدا، عايز اشكر ايهاب عبد العظيم، واشكر طبعا سامر ابو طالب الخطير، ولازم اشكر تميم اللي ابدع فيها واللي حطها في حته تانية خالص وخلاها اغنيه شيك قوي ومن اقرب الاغاني القلب يعني. اللي ما يتسموا هم اللي ما يتسموا، اللي مستكترين عليكي كل حاجه، اللي لما حد بيتوفى بيفكروا انت ورثتي ايه، اللي لما بتتجوزي وبتطلقي بيفكروا انت خدتي ايه، بس هم ما لهمش دعوه بوجعك النفسي، ما لهمش دعوه بالتعب اللي بتتعبيه، ملهمش دعوه بانت بتحسي بايه. فاللي ما يتسموا اللي هم دايما طول الوقت جايبين في سيرتك، طول الوقت بيتكلموا عليكي، وهم ما يقدروش يتحملوا ربع المعاناه اللي انت بتعانيها يعني. انا دايما بقول اللي عايز الشيله ياخدها كامله، اللي مبسوط من حاجه خد بقى الموضوع كله على بعضه بالحلو وبالوحش. اختيارك لاسماء اغانيكي مش شايفاه مختلف قوي، او ممكن يتوجه لك نقد بسبب يعني الاسامي بتاعه الاغنيه ان هي اسمه مش متداول او مختلف؟ بالعكس انا بحب ابقى مختلفه يعني. انت مش حاسه ان انا بختار اغاني شويه مش زي اي حد؟ بصي يا منار، انا مع نفسي، انا بره السرب، انا عمري ما كنت شبه حد ولا هكون. انا بحب اغني الحاجه اللي انا حباها، بحب اطلع بره وارجع تاني، بحب اهم حاجه تكون الكلمه انا حاساها يعني. حتى سكر مصر انا حاسه بكل حرف فيها، لان انا بنت، والبنت ساعات برضو الايجو بتبقى عاليه، وساعات بتبقي انت حاسه ان في حد لازم تتنكي عليه وتكلميه من فوق قوي. فانا بحب يعني بعمل اللي بيعجبني، ما بمشيش ورا كلام حد ولا ليا دعوه بحد.
شاذة كل شوية تظهري بأغنية وتنجح وتطرقع وكسر الدنيا وفجأة تغيبي أغنية تكسر الدنيا وتغيبي، إمتى الشاذة هتستقر فنيا؟ بصي هو بيبقى غصب عني، يعني هو بيبقى غصب عني، بتبقى ظروف. يعني مثلا لما كتب كتابي فأنا ركزت في أن أنا بعمل البيت وبنخلصه وحصل بعد كده مشاكل، فأنا بيبقى غصب عني. قبلها كنت متحمسة جدا وحصلت كورونا، بعدها متحمسة جدا وشركة الإنتاج ريحت شوية. فبس أنا دلوقتي يعني والله يعني أتمنى أن دي تكون آخر مرة في عدم تركيز وارجع أركز تاني قوي، يعني لأن أنا بجد عندي طاقة رهيبة.